نادي البنك الأهلي يطلب من نادي الزمالك تجديد عرض أسامة فيصل موسم كمان. الزمالك قد أرسل خطاب لنادي البنك الأهلي وفيه إن أسامة فيصل عقده هينتهي خلال هذا الموسم وعودته لنادي الزمالك، والزمالك قد أرسل إعارة لنادي البنك الأهلي موسمين، عدى منهم الموسمين وهينتهي خلال هذا الموسم. ولكن البنك الأهلي يفاجئ الزمالك بتوقيع محمد بسام حارس طلائع الجيش لنادي البنك الأهلي، والزمالك طلب التعاقد مع محمد بسام. فالبنك الأهلي طلب تجديد إعارة أسامة فيصل موسم كمان لنادي البنك الأهلي مقابل توقيع محمد بسام لنادي الزمالك. هل بقى مرتضى منصور هيوافق على الكلام ده ولا فريرة؟ هنشوف خلال الفترة الجاية هذا الكلام.